في الستارة الناشبة هذه هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. اللعبة معروضها، أنا آخر من ينزل عنها، وصراحة أنا ما سمعت عنها. في واحد كذا في التعليقات في كل فيديو يكتب لي تكفى العب فري فاير، تكفى العب فري فاير. فيوم بحثت على فري فاير يا ولد لقيتها ترند، سلامات والله، من مشاهدات أكثر من فورتنايت. فقلنا ليش ما نجرب، وبعدين فقلنا ليش ما نجرب اللعبة. شوف يا جماعة الخير، بالله ما تستاهل نجربها. على العموم أنا طبعا مش لاعب اللعبة عشان المزة هذه، ودي أجربها نشوف إيش وضعها. مشابهة كثير الببجي مثل ما تشوفون. خطري فيها جيم صراحة عشان ما أكون يعني توني شغل لعبة، أخذت فيها جيم عشان أشوف إيش الوضع. الإعدادات مخبوصة، ما عرفت أعدل شيء، حاولت بس أضبط الحساسية، هذا كان همي. قبل بداية المقطع لا تحسبوني نسيت، شكرا لكم على دعمكم في المقاطع الماضية والكومنتات والاشتراكات الحلوة. وصلنا 693، قربنا 700، وإن شاء الله راح نتخطاها بفضل الله ثم دعمكم المستمر. وخلونا نبدأ، بسم الله. المهم مثل ما تشوفون يا جماعة الخير، التحرك فيها مختلف تماما. صعب انك تلقى حساسية الماوس او حساسية الكنترول او حتى في الجوال، احس انك بس توهق فيها. يعني تحركاتها مش مثل تحركات الالعاب الثانية مثل ببجي وفورتنايت، مدري كذا احس اني العب 2000 ومش 2000، 1900 وخشبة كذا، والله العظيم ايش ما. الجرافكس يا حبيبي، عشان نكون صريحين، اللعبة هذه حجمها كم؟ 400 ميجا بايت. يعني لو تقارنها مثلا ببجي موبايل ما تقل عن جيجا فاصلة 4 شيء كذا. المهم انها ما تقل عن الجيجا، فضعف مساحة او حجم اللعبة هذه. فصراحة اللعبة هذه بمقارنة بحجمها جرافيكس لا بأس. سلامات يا طيب، زلاجات كذا على النزلة. ايش النظام يا شباب؟ حرف كيو حرف اي يسوي كذا، وحرف كيو يسوي كذا. طيب الله يعينكم يا اهل الجوالات، والله انا بالكنترول مش عارف، بالكيبورد مش عارف ايش اسوي. ايوه فري فاير واكتب تحت. ننزل على المدينه هذه حبيبي، جلد حار بحار، ما عندي اي 50 لايف. اللعبه هذه يا شباب 50 لاعب بس. ايوه وش هذا؟ شوف هذا كركب. اضحك علي وطحت، استغفر الله. لا وربي هذا اسرع عقاب، استغفر الله العظيم، في حياتي يا اخي. لا تضحك الناس. وش ذا؟ حق سباحه، حق الانقاذ. هذا المدكت، اي والله مدكت ابو التقليد. طيب ما في اي ايموشن انك تنزل وتاخذ سلاح ولا اي شيء؟ واخيرا في ايموشن الحمد لله، انك تدخل من الدريشه مش كذا على طول الهبه تليبورت. والله اكبر الاسلحه كذا، سريع. ايوه يوه يليم، بطيء مره هذا، شوف كيف يصير سريع مره. اسفك انا مسفه. اها فهمت الـ. طيب ما نحل المشكله بعدين. هذا يسمونه الله الدروع. في واحد يطرق عليه تصدق؟ في واحد جالد هناك، نروح ننتبه. في واحد هناك كذا شايف نفسه، احسه ادري هو يطلق على مين، ولا اثنين يطلقون على البعض. زبده اريد رشاش، هذا السلاح معي ابو 5 طلقات يا ابوي. والله 3 اسلحه معي. طيب لا ابي الثاني. لا اي هذا ليه ما يقيم؟ طيب والله ما يقيم، كليك يمين يا جماعه. شوف انا بركض اوه في خوذه هنا، شيل يا حبيبي. يا سلام، شوف معي 3 طلقات، 5 طلقات، واحد. اثنين. كان ودي طلقة هيتشت بس الايم مرتفع. والله السلاح جبار هذا، طلقة واحدة هيتشت بس. سويمينج رينج، خلنا ناخذ سويمينج رينج، ممكن نحتاجه يا جماعة، ما تدرون، تفاجآت يعني في اللعبة هذه. طيب نشوف وين زون. حرف ام، والله انا بعيد. زون طيب باتجاه الازرق، وين الازرق هذا؟ تشوفون فوق بين 105 وال 75. ليتس جو، خلينا نجرب المواتر. وش المواتر هذا؟ ايوه ما طلبت منك انك تركب يا طيب، ويك تسوق هنا.
لا يا طيب والله اني ما اضغط شيء يا جماعة. طيب ارحب، ما تدري هذا دباب ولا موتر. اوه يقلدون فورتنايت بالحركة هذه، ولا فورتنايت قلدتهم. خلاص خلاص وقف، انزل 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 يا رحم والدك انزل. فيه يعني شغلات ممكن انهم يضيفونها، ولكن الجرافكس طبعا مثل ما قلنا لك عليه. وبرضه هنا حق الانقاذ اللي مدري وش وضعه. اوه هذا افضل سلاح يا جماعة، بس ابدله مكان ايش؟ ابدله مكان الشاتجن هذا. اسمع خطوات، والله والله نسمع خطوات يا جماعة. تعال اجلدك، انا تحسبني منوب. شوف فاجأ العدو، لا تطلع له من المكان نفسه. شوف الحين بيطلع مرة ثانية. في اثنين في اثنين. اعطيه الحركة اللي 106. موت يا قلبي. حول الشدقن. الله رشاش. اح يلعب الوسخ يلعب. والله يلعب الوسخ. عطنا الرشاش يا اخوي، عطنا الرشاش. اجلده، خربيت الرشاش هذا من قواه. لما اتفقنا ما اتفقنا ما اتفقنا. خلنا هي اللي بديك، خلنا هي اللي بديك يا كلب. خلنا هيل. والله ما يموت يا جماعة. اي يا شيخ هجلدكم جلد، انا اول جيم وجلدكم جلد. من اللي بعده؟ تعال اجيك لين عندك، انا اجيك لين عندك. الليل في واحد ثاني هناك يا جماعة، لولا الرشاش هذا انا ما ادري وش اسوي. يا رب في رصاص كثير، ما في الا 14 طلقة. خلنا ناخذ كل رصاص. ايه لقيت رصاص. وين هذا اللي جالدهم؟ في اثنين جالدهم عندي بس ما ادري وينهم. في واحد جاي من هناك. خلص رصاص. لا يا ولد خلص رصاص الأسلحة كلها. أنا مدري ليه ما أركض. والله الخوذة ليفل 3. تكفى أقول لي حصلت رصاص. إي حصل حصل. خلنا نلوت هذا بعد. أوه درع بعد. لا 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 ما اتفقنا. تعال تعال بجلدك تعال. وربي نفضته. ايش هذا الزون ولا كيف يا جماعة؟ انا في نص الزون. ليه 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 ليه؟ سويت انا؟ كيف اتدمج؟ احا لا 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 ما اموت بهالطريقة، والله ما اموت بهالطريقة. لا 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 هذا مش كذا يا شباب. اوه ليتس جو، 182 طلقة بالرشاش الرهيب. ربي هالرشاش وش اسمه وش اسمه عشان اتذكر بس. كل الأيام ريلود يا حبيبي. لا مش هذا، هذا هو هذا هو. خلاص حفظت شكله. طيب كم شخص باقي؟ كم شخص باقي؟ باقي 4. ليتس جو، يلا الجيم جيمنا. في واحد شفتوه؟ تطرق على مين؟
لا لا يخلص رصاصي. الكل حقي لا أحد يزرفه. يا قليل الحياة يا قليل الحياة، أنا جيت أنقذك. ما أدري هو ولا واحد ثاني. لا والله لا 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 لا، ما نموت هنا، ما نموت هنا، ما نموت هنا. كم شخص باقي؟ كم شخص باقي يا وحش؟ باقي واحد، آخر واحد. طيب هل في نيد؟ هل في شيء؟ أوه هجم علي، هجم علي. هذا لازم أنفضه ب... في رصاص؟ ما في رصاص. أنفضه بشدقن، أنفضه بشدقن. مع أن السلاح الفوز صراحة برعاية هذا السلاح اللي مدري وش اسمه، بس بحاول أتذكر اسمه. للأسف ما يظهر لي اسمه. والله اللعبة يا شباب حماس صراحة، بس المستويات شوي لك عليها والجرافكس برضو، لكن صراحة استمتعت باللعب فيها. بوياه على بالي اي دي اسمه بوياه الظاهر، هذه حق الفيكتوري الانتصار. اتمنى الجيم نال على اعجابكم، واذا ودكم اكمل في الجلد هذا ممكن انه مثل ببجي، يعني في البداية هن بوتات وكذا فسهل الموضوع، ولكن بعدين راح تكون مستويات اصعب، وفي شغلات كثير يعني ما نعرفها في اللعبة. فاذا ودكم مكمل يا ريت تكتبوا لي في الكومنت، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.